حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. طالب المال لا يشبع من المال، كذلك طالب العلم لا يشبع من العلم، وكذلك طالب الآخرة لا يشبع بل لا تزال همته عالية. ابن القيم شبه عالي الهمة بإيه؟ بالطير العالي فوق الطيور. وشبه الشيطان والمكايد، كل الشيطان والمكايد دي أرضية، يعني فين؟ في الأرض. فكلما كان الطائر عاليا كلما أبعد، كلما كان أبعد عن ماذا؟ أبعد عن الصيد، أن تصيبه السهام أو أن تصيده الشباك. كذلك عالي الهمة، الشيطان مع عالي الهمة بيعمل إيه؟ مش مش مش, مش قادر عليه. هو لو أقصى أمل عند الشيطان إنه نزل همته قليلا، هو لكنه في العلياء، لكن لو كان تحت خلاص هتصيبه السهام والقواطع. فهكذا فكذلك يعني دنيء الهمة على خطر شديد جدا، أما عالي الهمة اللي همته دائما طامحة إلى المعالي فهو في ترقي وفي صوت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا النمط. يعني هو ربيعة لما سأله النبي عليه السلام، لما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم ماءه إداوته وقال: من أحضر هذا؟ فقالوا: ربيعة. فقال: سلني يا ربيعة، سلني. فقال له ربيعة، طبعا ربيعة فكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلني أي شيء أسأله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هادع الله به ويجيبه. قال: أسألك موافقتك في الجنة. قال: شيء آخر؟ قال: شيء آخر، موافقتك في الجنة. قال: فعيني على نفسك بكثرة السجود. طبعا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أعلى العلياء في المعالي والمكارم. النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد من بين عباد الله. قال: وأرجو أن أكون أنا. إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا الله لي الوسيلة، فإن منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا.